مساعي الشباب العراقي للسير نحو التطور، جهز طلبة ومهندسون شباب ابتكاراتهم لعرضها في معرض الابتكارات والتنمية والذي تقيمه نقابة المهندسين في العراق فرع بابل. احنا صممنا هذا الملتقى وهذا المعرض حتى يكون مساحة ويكون حاضن لهؤلاء الشباب الفاعلين بالمجتمع واللي عندهم ابتكارات. تقريبا اليوم الحضور تجاوز 200 شخص من الناشطين ومن الفاعلين ومن المهندسين الشباب وايضا من المؤسسات ومن الجامعات والمعاهد العراقية. تنوعت ابتكارات الشباب في قطاعات عدة وعلى رأسها القطاع الطبي وما يخص اصحاب الاحتياجات الخاصة، كابتكار الشاب علي صلاح لليد الذكية بقصد العلاج. هدف هذه اليد الذكية هي معالجة علاجية، هي معالجة الذين يعانون من شلل في الأطراف أو الأيدي أو اللي يكون عنده خلل في الأعصاب، تكون عنده الأعصاب تالفة. وشهد المعرض ابتكارات جماعية لعدة طلاب يمثلون كليتهم في مجال الطاقة النظيفة. هذا المشروع مالتنا سولار هيتينج سيستم يساعد على الطاقة النظيفة، مشروع تخرج مالتنا احنا المرحلة الرابعة، تقنيات هندسة تكييف تبريد، كلية المستقبل جامعة. هذا يعمل بنظام شمسي، تسخين شمسي، تانكي مال مي بمي بارد ينزل عن طريق أنابيب، بيتعرض إلى أشعة الشمس، عن طريق أشعة الشمس راح يسخن المي ونستفاد به بحياتنا اليومية. ورغم هذه الابتكارات والشغف داخل كل طالب عراقي لتقديم ما يضع العراق في مراتب متقدمة، إلا أن الإهمال الحكومي وغياب الرعاية يقفان أمام هذه الأهداف. اليوم يعني حقيقة أنه لا توجد الرعاية الكاملة والمهمة لهذه المشاريع. الكثير من الابتكارات والبحوث والمشاريع قدمت إلى جهات معنية مسؤولة ولكن لا تؤخذ بنظر الاعتبار. إهمال يقول مراقبون للشأن العراقي إنه سيدفع بهؤلاء الشباب نحو خيبة أمل ستؤدي إلى هجرتهم خارج العراق في ظل حكومات الفساد المتتابعة وميليشياتها الولائية.